النقطة الرابعة، هولاكو وجينكس خان والمغول والتتار. ظهرت قوة التتار في سنة 603 هجري، وأول ما ظهرت في منغوليا بشمال الصين، وأول زعمائها تيموجين، وقد أطلق على القائد تيموجين اسم جينكس خان، وحسب الترجمة فإنه بمعنى هذا جينكس خان بمعنى قاهر العالم أو ملك ملوك العالم أو إمبراطور العالم. أقول لاحظ، ممكن أن يكون في هذا إشارة إلى أن البدايات الأولى والبذرة الأولى لظهور المغول تشير إلى طموحهم وعزمهم وإصرارهم على غزو العالم كله، فاستخدموا لقب قاهر العالم أو ملك ملوك العالم. وفي هذا رد إضافي على ابن تيمية وكل مدلس يدعي أن المغول لم يكن في مخططهم ورغبتهم قصد بغداد وإسقاط خلافتها، فيضاف ذلك إلى باقي الردود التي أبطلنا بها باقي مدعيات التدليس الخرافي. المغول قبائل من شمال الصين من صحراء جوبي في منغوليا، وقيل إن التتار مجموعة قبائل منها قبيلة المغول. ولما سيطر تشينغيس خان المغولي على تلك المنطقة وبدأ يوسع نفوذه إلى باقي المناطق والبلدان، صار يطلق على تلك القبائل التترية بالمغول. بدأ المغول غزوهم العالم تحت شعار القضاء على السلاطين والملوك الظالمين ونشر العدل في البلدان وتمكين الدين بين الناس، والغالب على ديانتهم البوذية مع بعض الشعائر من المسيحية والإسلام. امتد نفوذ وسلطة المغول من مشارق الأرض في كوريا مرورا بالصين وبلاد ما وراء النهر، ثم إيران وتركيا والعراق وبلاد الشام، كما وصلوا إلى أوروبا في روسيا وبلغاريا وغيرهما من بلدان، كما وصل سلطانهم إلى بلاد السند وأفغانستان. وقد فشلوا في غزو مصر بعد تجييش وتحشيد لسنوات، وبمرور الوقت قد دخل الكثير منهم وقادتهم الإسلام. كانت لهم علاقة طيبة مع البلاد الإسلامية، حتى وقعت عملية قتل لمجموعة من تجار المغول على يد بعض حكام المسلمين في بلاد الإسلام، فثارت ثائرة المغول التتار، فبدأت المصائب والكوارث تنزل على المسلمين وبلاد الإسلام.